اهلا بيكم في قناة ايمي بالتنا. فيديو النهاردة هعمل عن راكون في جوه كوباية كده. هبدأ الاول، انا بدأت ان انا حطيت الباودر بتاع الاطفال، بيبي باودر، على اساس ان هي ما تلزقش. في استخدمت ادة التنقيط عشان اشكل عليها شكل الكوباية، بس اهم حاجة تحط البيبي باودر، يا اما هتلاقيها هتلزق او مش هتعرفي تطلعي. ممكن لو ما عندناش الاداة ديت ممكن تستخدمي مثلا البيلي، في من النوع البيلي الكبير دوت، ممكن نستخدمه برضو. هنا بعمل القاعدة بتاعة الكوباية من تحت. احنا ممكن نلزقها، بس بعد ما نحطها في الفرن نلزقها بلزق أمير. تمام، انا هبدأ بعد كده احطها في الفرن عشان اعرف اشتغل عليها بعد كده، وادخل اشكل جواها اللي هو الكائن الراكون. هو كده ديت، انا مستخدمة قطع عندي كانت موجودة، كنت عاملاها قبل كده على اساس ان لسه مش هقعد استنى لحد ما البتاع تتخبز، فانا عملت واحدة تانية كانت جاهزة اوريدي. بدل ما انا هنا حطيت ورق الومنيوم على اساس ان انا يعني اوفر شوية في العجين. زودت القطع لاني حسيت ان هي منزل تحت، انا كنت عايزه الجسم يبقى مرفوع باين فوق الكوبايه، فزودتك ايه كمان حته. هنا برضو بشكل راسه، وهنا برضو في راسه حطيت جواها ألومنيوم عشان تبقى يعني نافشة كده، يعني تبقى مليانة، يبقى راسه مليان مليان من الناحيتين، متبقاش مسطحة، فحطيت جواها ورق ألومنيوم. بالنسبة لخده ضغطت عليها من الناحيتين على أساس ان هو تحس كأنه خده مثلث من الناحيتين، فأنا ضغطت عليه من الناحيتين من الجنب كده، بحيث يبقى شكله الخطوط باينه شكل مثلثه كده زي ما انتوا شايفينها. بالنسبة للخطوة دي انسوها، كأني مش عاملة الحالة دي، لأن أنا أصلا نسيت ومفروض هحط على عينيه لون رصاصي أغمق من اللي هو اللون الرصاصي اللي فات، أهو فأنا نسيت أصلا، ما تعملش الخطوة اللي أنا عملتها دي. هنا الرصاص الغامق حطيت لون أسود معاه من العجين الأسود، من الصلصال الأسود حطيت على الرصاصي بحيث إن أنا أغمقه عن درجة جسمي.
هنا بقى عملت شكل عينيه. كان المفروض اعمل عينيه بعد ما احط اللون الرصاصي الغامق ده. انا هنا عينه برضو مش ضغط على عينه لجوه، بس بعمل زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، بوزع بس اللون حوالين حوالين تبقى العين مظبوطه يعني، لكن ما بضغطش على عينه. بالنسبة لألوان الاكليك اللي انا مستخدمها هنا، هي دخلتها الفرن عندي، بس اللون ده معرفش لما حطيته من الحواف بتاعت القلب كده تحسي كأنه اتحرق، او بيبقى فيه لون بني على على اطراف القلب، مع ان انا كنت عاملة قبل كده واحد تاني، بس كنت مستخدمة لون اكريليك لونه بامبي، ما حصلوش حاجة، مش عارفة ايه السبب بقى الصراحة. بس هي المفروض الالوان دي بتدخل الفرن عادي يعني. انا كنت مشكلة واحد تاني، هوريه لكم دلوقتي واحد ارنب. ده الشكل التاني، هنا حطيت الفرن عادي، ما القلوب اللي في الكوباية ما حصلهاش اي حاجة.